shit more. Not shit more. Not shit more. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. يعطيك العافية. يعافي عمرك، كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. راجي بحكي من اخباركو اف ام. اخباركو اف ام؟ نعم، احنا اذاعة جديدة اخي. سيدي بدها تفتح ان شاء الله. نعم. شو بتحب تقدم مثلا؟ والله هذا اشي برجع لكم انتو بتحددوا، ما في مشكلة. انا انتو زي ما بقولوا انتو بتفصلوا، احنا بنلبس. نعم. شو بنلبس؟ يعني اخي بعرفش، يعني احنا الحقيقة انا بدور قاعد، ومن نبرة صوتك نشرات اخبارية، هل تستطيع ان تفعل ذلك؟ اكيد ان شاء الله. I have the ability، يعني ما في مشكلة. بعدين انا fluent English. مين هو؟ بحكي انجليزي يعني fluent ان شاء الله. نعم. يعني انت بتعرف الاخبار، عندنا في انواع من الاخبار. خبر مفرح، خبر حزين، خبر جريء، خبر حقير، وخبر عادل. طبعا إذا بتقدر تسجل عندك، إذا معك ورقة أو كلام. أمرني، هاي معي ورقة وقلم. لو قلنا إحنا في عنا خبر، يعني خبر ممكن يكون مفرح، وفي النصف ممكن يكون هذا الخبر محزن، وفي آخر الخبر ممكن يكون له محزن وله مفرح. هذا يعتمد على طريقة الصوت أخي. خبر مفرح على سبيل المثال. فاز نادي البقعة الأردني على منتخب البرازيل 8-0. نادي البقعة فاز على منتخب البرازيل 8-0. احتمالية، يعني احنا بنحكي بس قاعدين، انا الهدف منها بقول لك اياه بس نخلص. في استاد البقعة الدولي، في البقعة ستيت يا سيدي، مش مشكلة. شهدت المباراة بعد الشغب، حيث نزل الجمهور البقعاوي الى ارض الملعب، ونزلوا ترقعوا في المنتخب البرازيلي يا سيدي، نزلوا خبط فيه، صار مشكلة شغب. واستخدموا بعض الاحذية والمواد الحادة، يعني صرح رونالدو لاعب منتخب البرازيل وهو في غرفة الإنعاش أو في الدبليو سي، قال لهم كانت تجربة لطيفة ونحن فخورون بالروح الرياضية التي يتمتع فيها الجمهور. بس هذا الخبر فيه فرح وفيه حزن وفيه تناقض. مظبوط. كيف بدك تجيبها أنت؟ طيب بنبدأ فيه. أول إشي طبعا إحنا بنحكي فكرة فوز نادي البقعة على المنتخب البرازيلي 8-0. هذا الخبر خبر جيد. أكيد نبدأ فيه خبر جيد. بعدين مندخل التراجيديا في الموضوع. هل بتقدر كارتجال مثلا بس تكل المقطع الأول، يعني مش ضروري بالطريقة اللي أنا صغتها. معكم عمار من فوق ميكروفون. أوكي خليني أترجل لك إياها ترجل. معناته منحب نخبركم أنه المنتخب البقعة فاز على المنتخب البرازيلي في مباراة كانت لطيفة جدا 8-0. بتحكي يعني ما أنت بتخاطب جمهور. أنا بخاف الجمهور. أنت بتخاطب جمهور. بخاطب الجمهور. يعني أنت مش قاعد بتحكي على سبيل المثال مع صديق لإلك أو. تمام. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية هو يعني الصوت، أنت خملت من صوتك كأنك بلعت مبارح. يعني لا بد احنا نطر هيك نضحك شوي، يعني ما في مشكله. فانت حاول تستعمل صوتك نفسه ولكن بطريقه اضاحيه، يعني كان انا اضرب لك اياها مثلا. اوكي. معكو راجي من وراء المايك، مستمعين اخباركم اف ام، وقد فاز نادي البقعة الأردني على منتخب البرازيل 8-0 في استاد البقعة الدولي في البقعة ستيت، وشهدت المباراة بعد الشغب، حيث نزل الجمهور البقعاوي إلى أرض الملعب، ونزلوا طرقات في المنتخب البرازيلي، واستخدموا بعض الأحذية وبعض المواد الحادة في حزب اللاعبين المنتخب البرازيلي، وصرح رونالدو صرح. شو قال؟ قال صرح رونالدو في غرفة الإنعاش في دبليو سي. هذا خبر رياضي. إذا لاحظت لما أجيت على شغلة الشغب. تحولت الطريقة إلى استنفار، يعني صار فيه مشكلة عندنا. الشباب البقعاوية نزلوا تراكات في منتخب البرازيل، منتخب يضم نجوم أكبر نجوم العالم، ولا فرقت معهم. نزلوا على الملعب دعسوا عليهم، ولا فرق معهم. فجبتها بطريقة خلينا نكون حماسية أكثر، طريقة حزن وهكذا. مظبوط. نعم. سيدي أهم إشي أنت تشد المستمع إليك. طيب
طيب نعيدها يعني. تفضل. اوكي بس بتعرف عشان انه اول مره يعني بدخل في دردشه زي هيك. لا لا ما في مشكله اخي، ما في مشكله، هذه دردشه مش اكثر، ما في مشكله. وان شاء الله بنتعرف عليك احنا في القريب العاجل، وانت انت بس تشوفني على المستوى الشخصي، ترى انا يعني زلمه لحتى اكون صريح معك انا حبيتك بدون ما اشوفك والله. الله يخليك يا رب. كيف لو تشوفني يعني؟ اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعين، لقد فاز فريق البقعة على المنتخب البرازيلي 8-0، وحصلت هناك بعض المشادات في الملعب حيث انه اضطر الفريق الطبي نقل النجم الكبير رونالدو الى غرفة الانعاش، وقد صرح هناك انها كانت تجربة جميلة واستفاد منها. اخرها خليها ما تحسبهاش اخرها. حلو، لا فرقت عن الطريقه الاولى، طريقه افضل ايضا. على كل الاحوال انت يعني صوت جيد وشخصيه لطيفه واضحه من التلفون ان شاء الله. المرحله الثانيه ملاحظه اللي هي نديم سراج بيحكي معك، بيعمل فيك نكشه مخ مقلب على التليفون. نديم سراج بيحكي معك بيعمل فيك مقلب على التليفون. واللي اعطانا تليفونك موسى عشان نمقلبك. بدي مقلبني موسى. سيدي يعطيك العافية يا حبيبي. استنى شوي اضحك يا اخي، يا اخي صار لي ساعة عم بحاول يعني ما الصوت الزلمي هذا، فهمت علي؟ نكشة مخ. لا قلت لك نكشة مخ. نكشة مخ. أحلى إذاعة مزاج اف ام، أحلى إذاعة.